رغم كل ظروفنا ومشاكلنا في الحياة، إلا أنه عندما يحل الليل ندخلوا كامل ديارنا نسطروا فيها. كاين ناس عايشين معنا يشوفوا هادشي معجزة، وأكبر أحلامهم هو النوم تحت سقف يحميهم من البرد وخطر الشوارع. ظاهرة التشرد منتشرة في كل أنحاء العالم، حتى في البلدان المتقدمة صادفوني ناس عايشين بدون مأوى، وبالنسبة لي هذه من أكثر الظروف اللي تمس بكرامة الإنسان. خصوصياتهم مكشوفة، تحسهم عايشين ويسناو في أجلهم. لازم نفهموا بلي هادو ناس كيما حنا، تقدرت عليهم الظروف، كل واحد عنده قصة اللي تقدر تصرى لأي واحد فينا، لهذا لازم نوقفوا معاهم كل واحد باش يقدر. ماشي هذه المرة الأولى اللي نخرج نبات معاهم في الشارع. في كل مرة كانوا يعطوني دروس في الحياة، ونولي نشوف روحي صغير قدامهم كنشوف درجة يقينهم، وبالمقابل نشوف حزننا وضعفنا أمام كماليات حياة الرفاهية. هاد الناس اللي عايشين في الشارع ينوضوا يمشوا في الليل باش ما يحسوش بالبرد. وهاد النهار انا كنت واحد منهم، قعدت ندور وتلاقيت بهاد العجوز نايضة في وقت متأخر من الليل. مساء الخير يمو. مساء الخير. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. كيفاش الحالة؟ بس الحمد لله الشكر لله. ما كانش البرد اليوم بزاف؟ البرودة فيا بات فاتت الصبح الليل، البرد يطربك وما عادش فراشي إذا زورتي دخلت فيهم متت ولبست المونطو. هكذا الصباح كي جمروا كيما يقولوا السرد. بصح برد الربيع دابا هي كساتو. الشتاء اليوم لاباس، هي مليحة. الشتاء لاباس، الشتاء هي الجنة. والشتا فات يجري ليك ليك أمس. شفتي خلاص وقريب الصيف. هيك الحي الأمور تقلبت خلاص، كل حي أشهر صامتة وش من فايد. الله العالم. يا ربي خلق ما يضيع. صح. وربي خلق عنا كيما هاك. ناكلو خبزك سرب بالماء ونرقدو متنين نوضو متنين، الدنيا ما فيه. وزينة زينة قصح كتو تركبتك وأينك صحيحة، الدنيا ما فيه. والإنسان ما كاش لأدوك الصح. كتود بلا صحة تود عندك الملايير وش من فايد. أنا الحمد لله نرقدو متهنيين نمشو متهنيين الحمد لله. هاوية كانت 48 ولاية، دوكا 58 ولاية. من 2007 حطيت أنا الفوضى الفيضانات قفات تالي. دوكا راني لي نخمل في قشي نقولو ماني رايحة واش نقعد ندير عندكم. قالو والله قال الناس تروح، قالت لي ما تروحيش. يحبوك الناس اللي عندك. هي واش نقدر تهم طايق تهم، قالك لا ناض لك بلاصة نضلو من 10. الحمد لله. الله هذا واش عنده معنا في الدنيا؟ الدنيا فانيه فانيه مره ومره ما تدوم. رانا كيما هاك ونهضروا كيما هاك، ما عرف هذا اليوم وقدومه وكيف نصبحوا. انا شي ما انت كيما قلتي لك تحصل روحك مهنيه. مهنيه 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 الحمد لله. اللي راهم مش متعبين في الدنيا راهم قالطين، ما يسقموش في دنيتهم ويحهم وين يتوكاو في ليلتهم ونهارهم. كي تم أجلهم وين يكبهم والو. اللي الإنسان اللي بدي غلطة غلطة يا ما الغلطة، ونكون نقول كلمة بلسانه كي تقيموا لها وتقرب يقول له ربي يغفر لي. صح والله. هذا قال لك الإنسان غادر تلسانه قدوة يادر يادر تدخل قدها قد ثور فمه. نعدي للراديو نصنت الأخبار القرآن شكل له نصنت الحديث الديني وش يقول. ما عندك الراديو تاعك انت تسمعي فيه؟ ايه لي ايه تاي الحمد لله تونس بيه. هذا يا ايه وقت اللي يهدر يهدر، وقت اللي نطفيه نطفيه، وقت اللي نرقد نرقد، وقت اللي نرقد ساعة نفطن ساعة نوض مرتاحة الحمد لله. بكري وش يقول؟ يقولك لي ما في كرشو تبن ما يخاف من النار. الله يجيبك الخير. الحمد لله يا ربي. إيما احكي لي شويه على انت كيفاش كديري؟ عندك شهريه؟ شهريه يا قول ديري البطاله ديري تقلش قلوله. قلت لهم ما ندير حتى هي الفين وجدال الدور وجدال، شدت منها الام وشدت منها الاب، عندي ما ندير بيه. كيفاش ديري باش تاكلي؟ والله والله عايشه خيار، رزقي من عند الله وقسمي من عند الله. كل يوم ما عندكش باش تاكلي؟ والله لا فرج لي يا حباب ربي. كلي جنين بلاصتي يكون يجيبوا لي قرعه ما خبزك سر، يجوا يسقسوني تقديتي تقهويتي تعشيتي
واش يخصك واش يأملك الحمد لله، اللي خوخو اللي بوبو اللي ولد ولد صلاة النبي الحمد لله. الحمد لله يا ربي. وهذاك رب العالمين شايف لنا عيشتنا كي دايره، بعث لنا الخير بعث لنا الشكلوله، قال لي مع بعض بعضك ربي درنا كما كاين، اللي كتب له ربي قسمه، كتب له رزقه، كتب له صحته، والاجل ما افريتهم. كي سني امر المامور يدفع الدوسي ادي وما عندهم له وين يروح. واي والله يا امي ما كان مخلف، اللي قال الام الحنينه يشبح الحياه ما غلطش. انت يمك وقتاش ماتت؟ ياه يمك وقتاش ماتت؟ ماتت يا حسره راه قريب للشغل، قلنا منين تزوجت من جرتيك راني فيا راه في عمري راه 17 سنه يا بنت حاج، جبت وليدي في 2007 شحال راه 17 سنه من ما تسمع وقال راه 20 سن. قلت لك لامي ما والله ما كان مثال. ربي يرحمها ويسالها. إيه الله يرحمها ويساليها وشد. يومني قلت لامي ما نقول ما نخرجش للشارع، ما نراش الشي يروح للعراس يروح للحي ما على باليش. المهم تي نرقد الزرع وظهرها. والله تأزقت للزق لامي ما حلوه في الدار. سمعتي من نهار ما تيماك تبدلت الحاله في دارك. تبدلت الاموري. كي تزوج الأب تبدلت الأمور. بعد الآن والله قال خواني السراقين ذراري، وحنا شعبنا هاكا عايشين بنا ننطق، قلت لهم ولي قولي سكتي، بحال قلت لهم ما تزقفيش ما تأمليش، قلت لهم كل عينكم، ما تشتونيش نتقلق، ما تشتونيش نانا، ما تشتوش عليا كاع حاجة شينة. وقال لي حط في بلاصتي ما تخلوهش. كان كاين الناس كانوا يجيبوا في هذه البلاصه. بلاصه قلت لك فخا سرقين سرق، قلت لك يجوا للقش يقولوا لي شكاش دراهم ولا حي، قلت لك راه طريت السكر داوها لي سرقوها لي بوسط سرقوها لي بداك الوقت. راه دا لا وقت كاع وقت كبير. واحد المره عندي في يدي كري السكر بدو لا باريت السكر فيها تصديم هكذا طامعه يقول لك دراهم. فركة القش بدو نجي الصاشية دايرة منا فيها اللبسات، صاشية منا عند راسي فيها اللبسات كبيرة، بدو نلقاها كيما هاكا الكلب اللي هدا كرش الفواد نعجة، يا ربي ذا وينها ذا وينها، بعدو نصلي واحد الخاطرة ونطلب في ربي، آه ربي هذا بلق شغل بلق اليد يدي اليد ونبلقو للشرطة. أنا ما قدش نفهم كاين إنسان يسرق إنسانة كيما هذي. على باليش نصنفوهم مع العباد ولا مع الوحوش ولا مع الحيوانات. المهم يما انا ما نطولش عليك، حبيت نقول لك برك بلي الله يبارك، انت انسانه ما شاء الله. ربي يحفظك وينورك ان شاء الله. انا خلعتيني بدرجه اليقين اللي عندك، ما درتش في بالي بلي نقدر اليوم في هذه الخرجه نشوف انسانه كيما انت. انا غنتشرف بك بزاف، وانت تقدري تكوني عبره لبزاف ناس اللي قانطين من هذه الدنيا ويجروا امور دنيويه. انت يعني نشوف فيك بلي ما على بالكش كامل بالدنيا. كي تلقاهم تزاول هيك الف راك يجيبوا عيش ويقيروا منه يحسدوه والهضره في عقابه. واش بقى ندير 100 باب 100 تاق 100 خزينه في الدار 100 خزينه في البر هذاك الباكا والشكلول ويقول لكم ما عندناش ما عندناش. وهذا رمضان هاك الزوالي مستقبلو للشباب، انا نقول ما عنديش. الله يجيب قال خير واللي عايش بالشكلول ويدير لي الشكلول ايش ولادو كي داير يعملوا لها الزوالي تلقاه صاله النبي. بعد العباد تلقاها حشيش وريش عندهم، يقول لهم ما عندناش وما خصناش كما قال لي قالني هم هكذا كاين ما عندهمش. الحمد لله يا ربي. يقول الحمد لله وبربي وحاجة ياك رب العالمين كتفكروا في كل شيء. شربة ما ياك تدرفت كاسك وتشربها تقول بسم الله، هاك تفكرت تحط كاسك تجرأ تقول الحمد لله تفكرت ويتفكرك في نومك تستغفر وترقد ثاني كات كي ترقد ساعة نص ساعة كي تفطن تجرأ كشبات تقول الحمد لله. معلش يما كاين ربي كاين كي تسقم مع ربي الدنيا ما فيه كاين ربي. اي هاوشد أمين ما تهلا في راحك. يتهلا فينا فيك. أنا قاعد لهنا في هاد كيما أنا كيما سانتيري. إي. أنا قاعد تما اليوم حنبعث تما.
الله ربي يفتحوا فيها خير ان شاء الله بربي. يعطيك الصحه يما، شكرا جزيلا. صح، لا شكرا على واجب. صحيح. بعد مرور بعد الوقت عاود رجعت عندها وجبت معايا الصندوق. حسيتها صح تستاهلو. اليوم عطتنا درس أنه الضعيف بالله يصبح قوي، وأنه القضية قضية قناعة لا قضية مكانة. الله عز وجل في القرآن يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، بمعنى رغم كل المصائب اللي تقدر تصيبنا لازم نتأقلموا معها ونكملوا نعيشوا. هذا العجوز في دقائق لخصت لنا المعنى الصحيح للحياة. ربي خلق ما يضيع، صح. ربي خلق عنا كيما هاك، ناكلو خبزك شرب الماء ونرقدو متنين نوضو متنين، الدنيا ما فيه كتعود بلا صحة تعود عندك الملايير واش من فايت، أمور الدنيا فانية فانية مرة ومرة ما تدوب. أنا هاد العجوز جيت نعاونها عاونتني وحلت لي عيني على أمور كنت فاهمها غلط.